السلام عليكم. حابين نوضح لكم شلون تلعبون لعبة تريجر هانت اللي الحين حاطينها على الفيسبوك. اول شيء تروحون على facebook.com/excitevileghanem ودورون على الحروف. شلون تروحون على الاب هذا؟ اول شيء الاب مكتوب تريجر هانت، تطقون على الاب هذا. بعدين شو تسوون عشان تروحون تدورون الحروف؟ شلون الروابط هذيل؟ تروحون على excite.com. نخليها بالعربي ما دام احنا قاعد نسوي كل شيء بالعربي. فتروحون excite.com وتدورون على الحرف وين موجوده بالموقع نفسه. فراح اعطيكم تلميح هني. اول شيء راح تكون ندور حرف الاي، E1 موجود هني. خلينا ندور وين معاكم شيكه بس. ف كاهو موجود هني E1. فشون راح تسوون؟ تاخذون ال E1 تلقون وين مكانه موجود هالحروف. هم فيهم 10 حروف. The new iPad. فتاخذون اللينك هذي، تسوي لها كابي، وبعدين تروحون على التاب ال E1 وتسوي له بيست. زين، فلازم تلقون كل 10 حروف، تحطون اسمكم، رقم التليفون والإيميل وسبمت، وإن شاء الله واحد منكم راح يربح آيباد 32 جيجا بايت واي فاي مع سيليور. ومشكورين ويعطيكم العافية.